I think everything is okay, Mr. Singh. Okay, Mr. Wahib. And I'd like to thank you, Naira, for introducing me to Mr. Wahib and Tariq. It's my pleasure. And I'm sure they're happy to have met you. Sure. And just keep in mind, there'll be a lot more business between us in the future. Wow. This is very nice thing to hear from you, sir. Okay. Let's increase the business. And I can introduce you to some people who'll buy double what I buy from you. Then you should take a commission. No. If you've got money and you want to spend it, you should increase Nada's commission. سمعت؟ بيقول لك تزود عمولتي. Don't worry about Nada, sir. بس أنا شايف إن العمولة كده زايدة زايدة يا ندى. وماله؟ البحر يحب إيه؟ زيادة. Okay, fine. زود العمولة يا طارق. عيني. أيوه. في واحد بره عايز يقابل حضرتك. اسمه إيه؟ هشام. بيقول إنه معرفة. خليك. عم العالم وسيد الناس كلها. جاي هنا ليه؟ عم هاجي لك فين يعني يا رجح؟ هاجي لك فين؟ اخلص عايز ايه؟ تصدق انا غلطان يا رجح ان انا مكبرك يعني وعاملك كبير ما انا كان ممكن اروح لليلى وانت بقى تتضايق وتهب فيا وانا اهب فيك ونهبط في بعضينا احنا الاثنين. انت بتهددني يلا ولا ايه؟ لا لا يا رجح مش بهددك ولا حاجه مش بهددك. أنا جاي لك عشان الاتفاق اللي بيننا. اتفاق يا رحمة؟ مش إحنا في بيننا اتفاق يا رجل. مش أنت قلت لي إن أنا لو عوزت حاجة ما أروحش الليلة وأجي لك أنت هنا ونقصر الشر يا رجل. اخلص عايز إيه؟ اخلص! عاوز حق تذكرتين يا رجل. عاوز حق تذكرتين بس يا راجح. تعبان انت؟ تذكرتين سهلة. كيف بيزل؟ حبيبي يا راجح. اسمعني كويس يا هشام. المرة اللي فاتت حذرتك ان انت رجلك تعبت من ناحية ليلى والولاد. افتكرتني بهوش. بس انا عديت عشان قلبي طيب. المرة دي قسما بالله. قسما بالله لو عتبت هناك هنسفك. لا يا راجح انا عندي كلمه. اتكل على الله. شرف. امال انا جيت لك بره؟ جيت لك ليه؟ يلا ماشي يلا يلا خلي بالك بره. حاضر سلام يا راجل. يلا يلا. اديكوا سمعتوا بودانكم الراجل بيقول عليا ايه. اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه يا ندى. كنت عارف ان انت بعد ما تسمعي كلمتين زي دول هتتغيري. انا عمري انا محترف. يا سيدي المحترفه. وهكون محترفة أكتر لما الفلوس تزيد زي ما اتفقنا. مش قلت لك يا طارق؟ حصل، والله العظيم حصل. هو إيه ده؟ وأنتم متفقين عليا ولا إيه؟ مش محتاجين نتفق عليك يا ندى، إحنا عارفينك كويس. المهم دلوقتي نتكلم في الشغل. طب ما إحنا بنتكلم في الشغل، هو ده مش شغل ولا إيه؟ لا، في شغل تاني أهم. اللي هو؟ أبو حماد جات له تعليمات جديدة عن العملية الكبيرة. حلو أوي. المهم فلوسي تكون الضعف. هادي الفلوس اللي شغلة دماغك يا ستي. والله العظيم فيها فلوس وفلوس حلوة قوي كمان. أما نشوف إيه بقى تفاصيل العملية؟ هتعرفي كل حاجة في وقتها يا ندى. المهم دلوقتي إن إحنا نجهز كل رجالتنا عشان اللي فات كوم واللي جاي ده كوم تاني. كل رجالتنا؟ مش فاهمة أنا رحت فين يعني. والستات يا ستي ما تزعليش. هو ده المهم الستات. يلا يلا اتفضل عشان نتحرك. اتفضل.